بكم. تدخل العلاقات الأمريكية الخليجية مرحلة جديدة لم تشهدها من قبل، بعد تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر ومطالبته دول الخليج النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة عند التعامل مع الصين. تصريح كشف عن أزمة تلوح في الأفق بسبب حماسة بعض الدول الخليجية لتطوير العلاقات مع الصين فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس. في المقابل يلقي النزاع الأمريكي الصيني بظلاله على مستقبل توجهات هذه الدول نحو الشرق، بالرغم من عمق العلاقات العسكرية والسياسية بينها وبين الولايات المتحدة، وهو ما يشكل تحدياً لها في المستقبل. في 7 مايو أيار الماضي، أرسلت واشنطن إلى دول الخليج رسالة مبطنة على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، في تصريح لوكالة رويترز أن على دول الخليج العربية أن تأخذ علاقاتها بالولايات المتحدة بعين الاعتبار عند التعامل مع الصين. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد العالم تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب جائحة كورونا، متهماً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالمسؤولية عن انتشار الفيروس. المخاوف الأمريكية من التقارب الخليجي الصيني مرتبطة بعدة أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، وخاصة أن المنطقة تحتضن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وأكبر قاعدة عسكرية، إذ تعد منطقة الخليج مكسباً استراتيجياً لامتلاكها أكبر احتياط نفط على مستوى العالم، ووجود مضيق هرمز الذي يمر منه 40% من صادرات النفط في العالم، بينما تمثل الولايات المتحدة الحليف الأهم والأقوى لدول الخليج أمام التهديدات الإيرانية للمنطقة. هذا وتحتوي العلاقات الاقتصادية الأمريكية الخليجية على مبادلات تجارية ضخمة تتجاوز 90 مليار دولار وفق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، كما بلغ حجم الواردات السلعية الأمريكية لدول الخليج 52 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات السلعية الخليجية للولايات المتحدة 38 مليار دولار، يتصدرها النفط ومنتجاته بنسبة 71.9%. لكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات الخليجية إلى تحفيز اقتصاداتها والتحضير لمرحلة ما بعد النفط باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي وسعت الأفق والتعاون الاقتصادي بينها وبين الصين، تزداد المخاوف الأمريكية بسبب مشاركة شركة هواوي الصينية في بناء جزء من البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في منطقة الخليج. التداعيات السياسية التي أفرزتها جائحة كورونا، وخاصة أن ثمة مناكفات سياسية كبيرة تدور بشأن المسؤولية عن انتشار الفيروس في أنحاء العالم. هذه التطورات امتدت مؤخراً إلى سوق الغاز المسال، حيث تشير تقارير إلى أن الضغوط التي تمارسها أستراليا لإجراء تحقيق يحمل الصين مسؤولية انتشار الوباء في العالم قد تنعكس على حجم مشتريات بكين من الغاز الأسترالي الذي تسيطر عليه أستراليا بنسبة 53%، مما يضع الصين أمام بديل وحيد وهو قطر، الذي يمكن للصين اللجوء إليه لتعويض حصصها من الغاز الأسترالي. كما أن قطر تحتل حالياً المرتبة الثالثة في قائمة موردي الغاز للصين بنسبة تجاوزت 13.9%، وبقيمة صادرات تبلغ 6 مليارات و100 مليون دولار. أرحب بضيوفي في حديث الخليج، معي من العاصمة السعودية الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، ومن الكويت معي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور عيد مناع، ومن سنغافورة معنا الباحث في شؤون دول الخليج والشرق الأوسط الدكتور عبد الله أبو عبود. أهلا وسهلا فيكم جميعا. راح أبدأ فيك أستاذ سليمان العقيلي، كيف تلقت دول الخليج تصريح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بأنه يتعين على دول الخليج النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة عند التعامل مع الصين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك يا أستاذ سكينة، وأحيي زميلين العزيزين الدكتور عايد المناع والدكتور عبدالله باعبود والمشاهدين الكرام.
في واقع الأمر أن العلاقات العربية الخليجية الأمريكية ما في شك أنها استراتيجية، وهي علاقة تحالف و يعني شراكة، ولذلك فإنها تحظى بالأولوية في منطقة الخليج العربي أو لدى بلدان الخليج العربية، باعتبار أنها علاقات قديمة واستراتيجية ولها أبعاد سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، ولذا فهي تتمتع بالطابع الاستراتيجي. أما كلام المسؤول الأمريكي في الحقيقة فإنه يؤخذ في على الأقل في منطقة الخليج باعتبار أنه حرص على المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى، وحرص على هذه العلاقة الاستراتيجية التي تتسم بالتحالف التاريخي من الانفراط أو الاهتزاز. لكن من جهة أخرى أنا أعتقد أن سلامة هذا التحالف واستمرار قوته لا يتوقف على طرف واحد، إنما على عمودين، العمود الأمريكي والعمود العربي، وأن أي التفاتات ذات طبيعة يعني تحالفية مع قوى دولية أخرى أعتقد أنه سيكون نتيجة لما تلاحظه دول الخليج من اهتزازات في استراتيجيتها الخليجية أو تراجعات في سياستها الأمنية تجاه المنطقة. يعني الحقيقة أن المواقف الأمريكية المتناقضة والتي تتسم الحقيقة بالغموض أحيانا تجاه الأمن في منطقة الخليج، وخاصة خلال عام 2019، تعطي فكرة عن يعني الاستعداد لتكهنات ربما يعني غير متوقعة فيما يخص العلاقة مع الولايات. وضحت الفكرة سيدي. راح أنتقل لك دكتور عايد مناع، هل نشهد تقارب اقتصادي صيني خليجي لضرب التقارب الأمريكي الخليجي؟ تحياتي لك سكينة، وتحياتي للأخوين الكريمين الأستاذ سليمان العقيلي والأخ بعبود. ويعني أعتقد أنه العلاقات ما بين الدول تبنى على المصالح، وبالتأكيد أن مثل ما أشار أخي سليمان، العلاقة الخليجية الأمريكية علاقة ليست وليدة اللحظة، هي علاقة عميقة جدا، بل أستطيع أن أقول بأن علاقتنا في هذه المنطقة مع بريطانيا يعني منذ يمكن 200 عام أو هالحدود ورثتها الولايات المتحدة، وشاركت بريطانيا فيها بشكل أكثر فاعلية، وبالتالي أحيانا يشعر كل طرف بمواقف لا ترضيه من الطرف الآخر. نحن لا ترضينا كثيرا مواقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية مثلا، ولا حتى أحيانا من العلاقة مع أطراف إقليمية مثل إيران. إذن دكتور عايد، كيف تقرأ تصريحات ديفيد جينكر؟ أنا أعتقد أنها نوع من الضغط النفسي على الصين أكثر منها ضغط علينا في منطقة الخليج. هو يعرف أنه علاقتنا حميمة معه، ولكن الحقيقة وللأمانة دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية بدأ يتجه إلى الشرق أكثر بتنويع مصادر الأصدقاء وتنويع مصادر الاستيراد للبضائع والسلع والاستثمارات وما شابه ذلك. لذلك يعني بالتأكيد أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة قد لا يكون مرتاحا كثيرا للتمدد الصيني إلى منطقتنا. يعني الحقيقة الصين الحزام والطريق تتجه إلينا الحقيقة، يعني يمكن زيارة الشيخ صباح الأحمد العام الماضي للصين أدت إلى أن يكون هناك تفكير كبير بتنمية دكتور عايد، هنالك ترحيب خليجي كبير بمبادرة الحزام والطريق، كيف تقرأها أيضا؟ بالتأكيد أنها فيها ترحيب، لأنه الحقيقة أيضا فيها الصين الحقيقة دولة ما تتدخل في الشؤون السياسية ولا العقائدية وإلى آخره، ولا تحشر نفسها في الشؤون الداخلية، وبالتالي هي تتعامل اقتصاديا وتجاريا، والعلاقة معها
يعني التبادل التجاري مع دول الخليج يعني يمكن قفز من 150 مليار في 2008 إلى 350 مليار يمكن في الوقت الراهن. أيضا التبادل التجاري الكويتي الصيني يمكن بلغ 12 مليار دولار اللي أيضا تعمل الكويت. إلى هذه النقطة دكتور سنعود إلى هذه النقطة، ولكن أنتقل لدكتور عبد الله أبو عبود. لماذا رفعت الولايات المتحدة الصوت محذرة من أي تقارب خليجي صيني في هذا التوقيت بالذات؟ مساء الخير سكينة، شكرا على الدعوة الكريمة، ومساء الخير للأخوة المشاركين أستاذ سليمان العقيلي، دكتور عايد المناع، والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن يعني ولو أني أتفق إلى حد ما مع ما ذكره بعض الأخوة في بعض ما قالوا، ولكن أنا أعتقد أن الكتابة كانت على الجدار أو على السطح من فترة طويلة في تبدل السياسة الأمريكية يمكن من عهد أوباما حول المنطقة. هنالك استدارة لابد أن نفهمها، وأعتقد أن دول الخليج فهمتها أيضا. هنالك استدارة أمريكية نحو الشرق، هنالك يعني قراءة أمريكية أن الصين هي القوة الصاعدة، وإنها المواجهة راح تكون مع الصين، وبحر الصين لديه من المشاكل الكثيرة، فهنالك توجه أمريكي لتلك الجهة، في حين أن منطقة الخليج لم تعد بتلك الأهمية التي كانت في السابق. لماذا ليست بتلك الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أنها لم تعد بتلك الأهمية، وهنالك أصوات في أمريكا تقول لنترك منطقة الشرق الأوسط كلها ليس فقط منطقة الخليج، لأنها ليست تلك الأهمية التي كانت عليه، وهذا لابد أن نفهمه، وأعتقد أن بعض دول المنطقة أيضا فهمت هذا الشيء. فهنالك إلى جانب الاستدارة الأمريكية نحو الشرق هنالك استدارة خليج مصالح، هنالك الكثير من صادرات دول الخليج اليوم النفطية تتجه في معظمها إلى الشرق، وخصوصا إلى الصين. الصين أيضا لديها مشروعها الكبير اللي يربط العالم مثل ما ذكروا الأخوة الحزام والطريق، وتريد تربط دول الخليج دول الشرق الأوسط باقتصادياتها، وأيضا تربطها بأوروبا. فهنالك في تخوف أمريكي من قدرة الصين على اختراق اقتصاديات دول الخليج، وأيضا هذا في المستقبل ممكن يأثر على سياساتها حتى، من ضمنها مشروع الفايف أو الجي فايف أو الفايف جي اللي هو مشروع الاتصالات اللي يعني سنتحدث عن مشروع الاتصالات، لدينا سؤال عن، لكن راح ننتقل الآن للأستاذ سليمان العقيلي. دكتور عبد الله أبو عبود ذكر بأن منطقة الخليج لم تعد ذات أهمية كبرى للولايات المتحدة، برأيك لو كانت إجابتك مختلفة عن إجابة دكتور عبد الله، ما أهمية منطقة الخليج العربي بالنسبة للولايات المتحدة على الصعيد الاستراتيجي؟ الحقيقة أن الخبراء وحتى الساسة الأمريكيون يقولون بتراجع القيمة الاستراتيجية للخليج في المنظور يعني الأمريكي، ولكن أنا أعتقد أنه يعني تراجع نسبي، ولكن تظل دول الخليج الحقيقة منطقة استراتيجية، وقد ظلت كذلك على مدى التاريخ، يعني منذ مر بها الإسكندر المقدوني قبل الميلاد تظل منطقة الخليج منطقة تقاطع طرق دولية، ومنطقة مليئة بالثروات الغاز والنفط، ومنطقة جيوسياسية يعني هي مشرفة على يعني قريبة من ثلاث قارات، ويعني مشرفة على مناطق استراتيجية مثل آسيا الوسطى وجنوب آسيا وغرب آسيا. وأنا أعتقد أن قيمة الاستراتيجية لم تتغير بطريقة دراماتيكية. طبعا هو الولايات المتحدة بدأت بالاكتفاء الذاتي من النفط، لكن نذكر لابد أن نذكر أن حلفاء الولايات المتحدة من جهة ومنافسوها من جهة أخرى ما زالوا يعتمدون على النفط الخليجي. فالصين المنافس الأكبر اليوم للولايات المتحدة
تستورد 50% من حاجاتها النفطية من الدول الخليج العربية، وليس من الخليج، من دول الخليج العربية فقط. فلا تزال منطقة استراتيجية مهمة جدا في الجيوستراتيجية، مهمة جدا في الجيوسياسي. وأنا أعتقد أنه رغم أن أوباما الرئيس السابق وترامب في حملة الانتخابية ذكر توجهات للبعد عن الغماس في مشاكل الشرق الأوسط والخليج، إلا أنهم لم يستطيع الحقيقة الفكاك من المنطقة، لأنها بالفعل هي منطقة استراتيجية للقوى الدولية. نعم دكتور عايد مناع، هل تؤيد دول الخليج أي تواجد سياسي أو أمني صيني في المنطقة؟ أنا أعتقد أن الاتفاقيات الثنائية غالبها الحقيقة مع الولايات المتحدة والغرب، يمكن الكويت نتيجة وضع الاحتلال العراقي وقعت اتفاقيات أمنية مع كل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. الصين مثل ما ذكرت سابقا هي اهتمامها الأساسي اقتصادي، لا تتدخل في أمور سياسية أو عقائدية، وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن منطقة الخليج على الإطلاق للأهمية الحقيقية. دكتور عايد تتحدث عن الصين بأنها لم تتدخل حتى الآن، ربما في المستقبل، أو هي قراءة استشرافية مستقبلية؟ هذا الاحتمالات مصالح دول في النهاية. اليوم الصين تريد الوصول إلى الجانب التجاري، إلى الاستثمار وإلى النفط. السعودية، الصين ربع وارداتها النفطية من السعودية، ويمكن البقية الباقية تكمل يعني الربع الآخر. وبالتالي يعني الاحتمال، الصين دولة تعول على النفط في منطقتنا وبالذات من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يجعلها تحرص على أن يكون لها علاقات طيبة وحيادية في هذا الجانب. تعرف الصين أيضا أن لها محبة لدى العرب نتيجة موقفها من القضية الفلسطينية، وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا تشعر بالضيق، لأنه للصين قابلية، يعني الصينيين ليس لديهم أفكار تثقيفية وتغييرية في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة نجدها يعني تقف وراء الفوضى الخلاقة، والفوضى الخلاقة صناعة أمريكية يعني في هذا الجانب. لذلك يعني ربما تشعر الولايات المتحدة بالضيق، نعم، ولكن لن تتخلى عن المنطقة لأهميتها بالموقع وبالعلاقات التاريخية. يعني يمكن هذه التلميحات هي لتباطؤ العمل على تباطؤ الاندفاع الصيني نحو المنطقة، وللضغط على الصين الحقيقة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية والاتهام بأنه الصين هي وراء كورونا، والاتهام الصيني بأنه الأمريكان هم الذين أتوا بكورونا، وهذه قضايا تكون محل نقاش. لكن يبقى هذه المنطقة مرغوبة من كافة الأطراف، وخاصة في العقد الأخير، يعني عندما بدأ التوجه، يعني يمكن الكويت كانت الوحيدة المنفردة بالعلاقات مع الصين، لكن فيما بعد الحقيقة وجدنا يعني قوة دفع سعودية خليجية باتجاه الصين والعلاقات مع الصين ومع دول أخرى في الشرق. نعم، فاصل قصير وبعده نسأل لمدى تقف دول الخليج على الحياد في الصراع بين الولايات المتحدة والصين. أهلا بكم من جديد. تبحث الصين عن مصادر جديدة لرفض نموها الاقتصادي، ويبدو أنها وجدت دول الخليج العربية الغنية فرصتها لزيادة هذا النمو. وسعت بكين إلى الدخول لمنطقة الخليج والاستفادة من خيراتها، مسجلة نموا كبيرا في حجم العلاقات التجارية مع كل دولة من الدول الخليجية.
دكتور عبد الله أبو عبود، لماذا الرهان الخليجي على الصين في الاقتصاد وما دلالاته؟ لأن الصين قوة اقتصادية صاعدة، يعني هي الآن باقتصاد في العالم، استثماراتها أيضا كبيرة، في حين أن الدول الأخرى مثل أمريكا لديها مشاكل اقتصادية ضخمة، وأوروبا أيضا لديها مشاكل اقتصادية، ولم تنجح لا دول الخليج ولا دول الشرق الأوسط في عمل شراكات اقتصادية تجارية مع أمريكا، رغم كل العلاقة التي كانت التاريخية اللي كانت معها أو حتى مع أوروبا، والحوار الخليجي الأوروبي طبعا فشل. هنا الآن قوة اقتصادية صاعدة مثل ما ذكر بعض الأخوة، ليس لديها لا تحمل أولا ثقل أنها كانت قوة استعمارية في المنطقة، ليس لديها أيضا مشروع تدخل في سياسات الدول الداخلية، ليس لديها مشاكل مع يعني الأمور الفكرية وغير ذلك، وأيضا لديها اهتمام كبير بأنها تعمل علاقات مع كل دول العالم، تفتح أسواق، ومنطقة الخليج تقع في مسير هذه الأسواق، يعني خصوصا إلى أوروبا وإلى أفريقيا. فهنا دول الخليج تجد أن يعني تجد في الصين شريك حقيقي اقتصادي ممكن أن تعمل معه، وخصوصا أن لا يحمل ثقل أو لا يحمل مشاكل أخرى مثل ما ذكر الأخوة وذكرت أنا. فأعتقد أن يعني من مصلحتنا أيضا، خصوصا أن يعني جزء كبير من نفطنا أيضا يذهب إلى الصين، هنالك شراكات حقيقية اليوم ما بين دول الخليج، نجدها في الكويت، نجدها في الإمارات، في المملكة العربية السعودية، في عمان، قطر، كل دول البحرين، كل دول الخليج بدأت تعمل على أنها تستفيد من العلاقة مع هذه القوة الاقتصادية صاعدة، ولماذا لا إذا كان هذا لمصلحة الخليج. لكن نعم، على حساب العلاقة مع الولايات المتحدة دكتور عبد الله. لا يعني ما لابد أنه يكون على حساب أحد، يعني كل دولة لديها الحقية في التعامل مع. هل ترى دول الخليج بأنها متوازنة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين؟ أنا أعتقد أن دول الخليج تحدو أو تمشي بحذر شديد، تعرف أن هنالك خلاف صيني أمريكي كبير، وفي نفس الوقت هي محتاجة لعلاقتها الاقتصادية مع الصين، وتعرف أن ليس هنالك قوة عالمية أخرى غير الولايات المتحدة التي تقدر يعني تعطي دعم عسكري لدول الخليج. دكتور عبد الله، حذرت الولايات المتحدة سابقا من تغلغل الصين عبر هواوي بنشر شبكة الجيل الخامس في أوروبا وبريطانيا، والتي كان سببها أنها تكنولوجيا متطورة تساعد الصين على التجسس على الدول، ما رأيك؟ يعني اللي ذكرتيه الآن هو طبعا حذرت أيضا دول الخليج بعد ما حذرت أوروبا، ولا ننسى أن بومبيو قام بالزيارة إلى إسرائيل ليحذرهم أيضا عن تغلغل الصين في استثمارات داخلية، خصوصا في محطة تحلية المياه الكبيرة التي يعني تبنى في إسرائيل، في وسط إسرائيل. هنالك أيضا استثمارات ضخمة خصوصا في المواني، استثمارات صينية في المواني الإسرائيلية. فأيضا بومبيو حذر رسميا إسرائيل من هذا الشيء، واليوم يحذروا دول الخليج من طبعا من كثرة هذه الاستثمارات أو التعامل مع الصين، وأن لابد تتخذ موقف، وخصوصا في موضوع الجيل الخامس، لأن هذا يعني له تبعات أمنية، خصوصا أن لا زالت للولايات المتحدة قواعد عسكرية في بعض دول المنطقة، ووجود هذا الجيل الخامس التقنية الصينية بإمكانها أن تخترق بعض المعلومات، وإمكانها أن يكون هنالك في تجسس على الأنظمة. إذن دكتور عبد الله، إذن التحذير الأمريكي حقيقي بهذا الشأن؟ بالتأكيد، يعني أنا لا أتفق مع الأخوة أن هذا بس فقط للصين، وأن هذا فقط ل يعني أن أمريكا تريد أن توضح شيء. أعتقد أن
هنالك تخوف أمريكي قوي جدا، يعني وهذا شيء معروف ويكتب عنه ويناقش في كل مكان على مستوى الساسة على مستوى الكتاب، أن هنالك صعود قطب آخر بعد ما كان القطب الوحيد المسيطر هو الولايات المتحدة. اليوم نرى أن هنالك صعود لقطب آخر، والقطب الأول يحاول بقدر الإمكانية أن يبعده عن مناطق مصالحه، ومتخوف منه أن هذا القطب أيضا ذكي جدا بحيث أنه لم يدخل. دكتور عبد الله، راح أسأل دكتور عايد المناع نفس السؤال. ترى الولايات المتحدة أن شبكة الجيل الخامس الصينية تشكل تهديدا على سرية وأمن قواعدها في المنطقة، أليس هذا القلق حقيقي؟ خاصة أن دكتور عبد الله بعبود ذكر أيضا بأن يعني شبكة الجيل الخامس يعني تساعد على التجسس. شوف، هي كل التكنولوجيا الحديثة وبالأخص التكنولوجيا الأمريكية يمكن هي اللاعب الرئيسي في عمليات التجسس والمتابعة وإلى آخره. وحتى أفراد اليوم أصبحوا يتجسسوا، شاب أظني سوداني تجسس على البنتاغون وواجه مشكلة وإلى آخره. وبالتالي هذه مسألة في كيفية الاستخدام الذكي لبعض هذه الوسائل. الولايات المتحدة بالتأكيد لا تريد أن يكون هناك اقتراب صيني أكثر. الولايات المتحدة عانت سابقا من المنتجات اليابانية وتعاني حاليا من المنتجات الصينية، ليس بالضرورة أنها يعني تساوي الكواليتي أو النوعية الأمريكية، ولكن لأن أسعارها مقبولة نعم ومعقولة. دكتور عايد، ولكن أعود إلى شبكة الجيل الخامس، يعني بالنسبة إلى يعني مدى التهديد الصيني بعملية اختراق المجتمعات والدول من خلال عمليات التجسس. ما أعتقد هذا سبب رئيسي، يعني ممكن هذا يصير، وممكن يصير هذا الموضوع الحقيقة بدون وجود الصينيين. يعني بإمكان اليوم أجهزة المخابرات توظف لها عدد من المحتاجين لهذا التوظيف، وتستطيع أن تحصل على معلومات كافية. وأعطيتك مثال مواطن بسيط عايش في الولايات المتحدة استطاع أن يصل إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية. يعني المسألة بالإمكان أن تحصل هذه. المسألة أنه يريد ممكن أن يخوفوا دول المنطقة. دول المنطقة تعرف أنها عليها العيون من كل اتجاه ومسلطة عليها بهذا الجانب، لكن الولايات المتحدة بالتأكيد تريد أن تبعد أي طرف من أن يقترب مما ما تعتبره من مواقعها الاستراتيجية التي لا تقبل بأن تمس. وهذا طبعا بالنسبة لمنطقة الخليج بالتأكيد أهمية واضحة المعالم. نعم أستاذ سليمان العقيلي، هل بناء منطقة تجارة حرة بين الصين ودول الخليج فيه مصلحة خليجية بعيدا عن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة؟ ما في شك أنه هناك مصالح اقتصادية حتى خارج النفط لدول الخليج. هناك منتجات بتروكيماكالز ومنتجات معدنية ولها رواج في السوق الاقتصادية الصينية المتنامية، التي يعني هي الآن ثاني سوق في العالم وثاني اقتصاد. فما يربط الخليج العربي أو دول الخليج العربية مع الصين هو أكبر من النفط. يعني في اليوم في السعودية هناك قرار بتعلم اللغة الصينية، هذا توجه سياسي وثقافي واضح بآفاق العلاقة المستقبلية مع الصين، ويعني يعني تدركه عيون وأفكار المراقبين. فالحوار الاستراتيجي الخليجي الصيني هو الحقيقة يعطي دفعات متقدمة، سواء فيما يتعلق بالاستثمارات الخليجية في الصين والعكس، أو فيما يتعلق بتطوير العلاقات. ولا تنسى يا أختي سكينة إنه العلاقات السعودية الصينية تأسست بناء على علاقة عسكرية عندما
أمدت الصين المملكة في منتصف الثمانينات وقبل نشوء العلاقات الصينية السعودية بمنظومة منظومة صاروخية استراتيجية وهي رياح الشرق التي تسمى في المملكة برياح الشرق. نعم. وخضعت هذه المنظومة للتطوير، فلذلك نعم سيدي. العلاقات مع الصين متطورة وواعدة أيضا وتحددها المصالح المشتركة للطرفين. نعم دكتور عبد الله أبو عبود، الصين حليف يبحث عن مصلحته فقط لا غير، ودول الخليج بالنسبة له فرص اقتصادية لا أكثر، هل تتفق مع هذه النظرية أم أن الأمر أبعد من ذلك؟ أنا أعتقد أن كل الدول أو علاقات الدولية كلها مبنية على في الأساس على المصلحة، فالصين تبحث عن مصلحتها بالتأكيد، ومصلحتها في منطقة الخليج مثل ما ذكر سابقا وذكره الأخوة هو أن هذه المنطقة أولا تقع في خطوطهم التجارية اللي يريدوا يفتحوها مع أوروبا ومع أفريقيا، كأنها أيضا مصدر ولازالت مصدر مهم للطاقة، ولو أن أيضا هذا المصدر عليه بعض التساؤل في المستقبل، وأيضا مصالحها أن منطقة الخليج تعتبر منطقة غنية وتحاول أن تستفيد منها، فالمصلحة بالتأكيد سكينة هي المحرك الأساسي لسياسات الدول. المشكلة في منطقة الخليج أن الحوار الصيني الخليجي توقف، الحوار الخليجي الأوروبي توقف، الحوار الخليجي الأمريكي توقف. لماذا؟ لأن دول الخليج نفسها أيضا غير مجتمعة، نظام المنظومة الخليجية متعثرة، النظام العربي الرسمي أيضا متعثر، فنحن أيضا نصبح بهذه الطريقة لقمة سائغة لكل القوى الأخرى، وتكون الاستفادة لهم أكثر من أن تكون الاستفادة لنا، مثل ما لو كنا نتعامل جماعيا في هذه الأمور. ونقول هذا للأسف بشدة شديد، لأن هنالك خلافات وحروب وصراعات ما بين دول المنطقة. نعم دكتور عايد مناع، ذكرت سابقا بأن الكويت هي أول دولة عربية وخليجية استثمرت في الصندوق السيادي الصيني بمبلغ 10 مليارات دولار منذ عام 2005، وهي أيضا من أوائل الدول الموقعة على مبادرة الحزام والطريق مع الصين، ما دلالات هذا التقارب؟ يعني أنا أعتقد أن هذا التقارب هو أيضا للتوازن في العلاقات مع الدول. يعني يمكن الكويت في ستينيات القرن الماضي، يمكن سنة 1964 أو 66، قام الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه كان وزير المالية وزار الصين في ذلك الوقت الذي لم تكن لكثير من الدول علاقات مع الصين. إذن السؤال لماذا التقارب؟ لماذا التقارب دكتور عايد المبكر مع الصين؟ يعني الكويت سبقت دول الخليج ودول المنطقة، ما الذي قرأته الكويت وقتها في هذا التقارب؟ يعني وقتها الحقيقة الكويت كانت بحاجة إلى علاقات مع كل دول العالم. يعني الاتحاد السوفيتي الذي كان يعني يستخدم حق النقض الفيتو لدخول الكويت بعد استقلال 1961 بسبب الأزمة مع العراق في ذلك الوقت، كانت أيضا الكويت سباقة إلى إقامة علاقات معه وعلاقات دبلوماسية وثقافية، حتى ترسل طلبة يدرسون هناك. وبالتالي الكويت كانت من البداية تعمل على أن تكون علاقتها متوازنة مع كل الأطراف. أعتقد أنه الكل الحقيقة يمكن بعضهم كان قبل، يعني السعودية يمكن سباقة حتى مع الاتحاد السوفيتي، لكن كانت العلاقات الحقيقة شبه مجمدة. بعد الحقيقة يمكن من عهد الملك عبد الله بدأت العلاقة تتطور وأصبحت أكثر تطورا بالوقت الراهن، لأننا نريد أن يكون لدينا أصدقاء لا يتدخلوا في شؤوننا ولا نتدخل في شؤونهم، هناك مصالح مشتركة نتفاهم عليها، وعدى ذلك كل له شأنه. هذا طبعا أنا أعتقد معمول فيه في الخليج، وبالتأكيد أن الغرب. نعم دكتور سنتوقف إلى فاصل. سنتوقف إلى فاصل قصير، وبعده نفتح ملف حقوق الإنسان في الصين وعلاقة دول الخليج به.
مرحبا بكم. في زيارته الأخيرة للصين العام الماضي، ذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن للصين الحق في مكافحة الإرهاب المتمثل بأقلية الإيغور المسلمة. تصريحات لاقت الكثير من ردود الفعل في وقت يندد العالم بممارسات الصين بحق هذه الأقلية. سليمان العقيلي، لماذا تتجاهل أو تصمت بعض دول الخليج عن ممارسات الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة والتي ندد بها العالم أجمع؟ في الواقع أنه دول الخليج تتعرض أيضا لانتقادات في سجلها لحقوق الإنسان ومن تدخلات في شؤونها الداخلية مثل ما هو الأمر في الصين، ولذلك في الحقيقة تشابه في الحالتين الصينية والخليجية من حيث أنهما يعني هدفان. يعني أستاذ سليمان، أنت ترى بأن دول الخليج تصمت لأنها تتعرض لانتقادات في ملفها الحقوقي، في المقابل هي تتغاضى أو تصمت عن الصين التي تتعرض أيضا لهذه الانتقادات؟ لا، هو المبدأ الأساسي عدم التدخل في الشؤون الداخلية، فهذا المبدأ الحقيقة هو تتشارك فيه الطرفان الصيني والعربي، وربما يتبادلان الدعم لصيانة مبدأ يعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية. أستاذ سليمان، بأن التنكيل بحق هذه الأقلية المسلمة شأن داخلي صيني. نعم، لأنه يعني الحقيقة أنه أولاً يعني طريقة التناول الغربية لسنا متأكدين من أهدافها أو سمو أهدافها، وثانيا لسنا متأكدين من دقة المعلومات، ثالثا ليس لدول الخليج الحق في التدخل في شؤون قوة عالمية مثل الصين، وليس حتى لو كان عليها أن تنتقد الوضع الصيني الداخلي، ليس بمقدورها من حيث الحجم القوة وحجم النفوذ والتأثير أن تتدخل في الشؤون الداخلية الصينية. نعم، هذا هو الواقع. نعم دكتور عايد مناع، هنالك مليون معتقل أيغوري، هل تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج مع تركيا دفع هذه الدول للموافقة ضمنا على الممارسات الصينية ضد الإيغور الذين يعودون بالأصل إلى تركيا؟ ما أعتقد هذا إطلاقا، ما أعتقد أنه لأنه من أصول تركية نقف ضدهم. حقوق الإنسان واحدة سواء كانوا أرمن أو إيغور في هذه الجوانب. الحقيقة أنا أعتقد أن دول الخليج تنتقد مثل التصرفات الصينية، لكن الحقيقة قد يكون ذلك من خلال وسائل الإعلام التي تنشر أو من خلال الاتصالات الدبلوماسية الثنائية. أنا وافق أخي سليمان أنه ليس كل ما ينشر في الغرب دقيق 100%. الولايات المتحدة وغيرها يعني لها مصالح بالضبط. عمرك سمعتي أن الولايات المتحدة تنتقد إسرائيل في انتهاكها لحقوق الإنسان مثلا؟ دكتور عايد، هنالك فيديوهات موثقة لعملية الانتهاكات التي تقوم بها الصين.
هذه الانتهاكات التي يقال قد تكون أيضا صحيحة أو غير صحيحة. الموثق هو ما يأتي من مصادر مستقلة وليست مصادر مستغلة، هذا فرق شاسع. في نفس الوقت بالتأكيد أن لا نرضى بانتهاك حقوق الإنسان إيغور أو غير إيغور، لكن مثل ما قلت لك الغرب الحقيقة ليس محايدا، وبالذات الولايات المتحدة في هذه الجوانب حقوق الإنسان. هناك حقوق إنسان تنتهك لا يسأل عنها، يعني اليوم في ليبيا تنتهك حقوق إنسان، في سوريا تنتهك حقوق إنسان، بعضها يسلط عليها الضوء وبعضها لا يسلط عليها الضوء. ولكن هناك تنقيد ومواقف رسمية بما يحدث في ليبيا أو سوريا من الدول العربية، ولكن بالنسبة للإيغور لا نجد أي موقف رسمي خليجي، رغم أن منظمات دولية رصدت حقوقية دولية مستقلة رصدت الكثير من الانتهاكات التي تتم لهذه الأقليات. قلت لك أنه الانتهاكات كلها مدانة، لكن هل ندينها بشكل علني مثل ما يحصل ما بين الولايات المتحدة والصين مثلا والدول الغربية؟ نحن لدينا وسائل قد ننتقد فيها، لكننا للأمانة قدرتنا محدودة. ما المانع يعني من انتقادها بشكل علني كما يحدث مع باقي الدول؟ ومن قال مش بشكل علني؟ يعني أحيانا تدان مثلا من مجلس الشورى، من مجلس الأمة، من جهات معينة، نشر عنها في حد ذاته هو إدانة الحقيقة يعني في هذا الجانب. لكن أيضا هناك يمكن وسائل داخلية واتصالات وإلى آخره تخفف من هذا، لأنه أيضا للأسف الشديد وأقولها بمرارة بعض الأقليات في بعض البلدان تستغل من قوى أخرى، من قوى مثلا معادية لدولتها لإثارة الضغوطات والمشاكل عليها. وضحت الفكرة دكتور عبد الله أبو عبود. هل تتوازن العلاقات الصينية الخليجية في ظل العلاقات الصينية الإيرانية الجيدة؟ أنا اليوم قبل ساعات كنت في ندوة تتحدث عن العلاقات الخليجية العلاقات الإيرانية، ويعني كثير من المتحدثين يعني أثبتوا وأصروا على أن رغم تقارب ما بين إيران من ناحية والصين من ناحية أخرى، إلا أن العلاقات مع دول الخليج هي أعمق بكثير، خصوصا مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات والدول الخليجية الأخرى بالتالي. ولكن ومصلحة الصين هي مع دول الخليج على الأقل في الوقت الحاضر، ولكنها أيضا ترى أن الصين ترى أن يعني حل الخلاف الخليجي الإيراني أيضا لمصلحتها، لارتباط المنطقة بالأمن، وأيضا لارتباطها أيضا بمشروع الحرير والطريق. فأعتقد أن العلاقة الصينية الإيرانية مبالغ فيها إلى حد ما، لأن الصين تعرف حجم وقدرة دول الخليج أكثر بكثير هي من الاقتصاد الإيراني بالنسبة للتجارة والتبادل الاقتصادي والاستثمار وغير ذلك. فما أعتقد أن هنالك مقارنة ما بين علاقة الصين بإيران وعلاقتها بمنطقة الخليج، ولكنها أيضا ترى أن إيران ممكن أن تكون سوق واعدة في المستقبل إذا ما استقرت إيران وإذا ما صار هنالك يعني نوع من السلام في المنطقة. نعم أستاذ سليمان العقيلي، هل تقبل دول الخليج حليف صيني قريب من إيران ويدعمها في ممارستها المهددة للاستقرار في المنطقة؟ في واقع الأمر أنه هناك بعض الملاحظات الخليجية على التقارب الصيني الإيراني، لكنه أنا حقيقة ألحظ نوعا من الفهم أو التفهم لنقل أيضا لهذا التوازن الصيني بالنظر إلى الحقيقة التنافس الدولي، لأنه لا يمكن للصين أن تمارس سياسة تكون في خدمة منافسها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك نجدها عندما تكون إيران يعني في صراع مع الولايات المتحدة
تحاول الصين الاستفادة من هذا الصراع. كيف تحاول الاستفادة أستاذ سليمان؟ كيف تحاول الاستفادة؟ تحاول الاستفادة من خلال ملء الفراغ الإيراني اقتصاديا واستثماريا وحاجات تلبية حاجات إيران الاقتصادية مثلا. لكنه على كل حال هذا الخط الدقيق اللي تمشي عليه الصين في سياستها الخليجية الحقيقة هو مشوب بالحذر الشديد وقابل الحقيقة. إذن كيف تقبل دول الخليج يعني العلاقة بين الصين وإيران؟ أنت تحدثت بأنها شبه يعني نفعية أو برغماتية، يعني كيف تقبل دول الخليج بأن تكون يعني شريك مع دولة تمارس مثل هذه السلوكيات؟ أيضا هناك أخت سكينة علاقات بعض دول الخليج مع إيران في ظل هذا الصراع. البراغماتية يعني ليست سيئة في جميع الأحوال، يعني ربما أيضا تنفع في بعض الأحيان عندما يكون الاستقطاب الحاد وعندما تكون المنطقة في موقع حافة الهاوية. فالخلاصة أن السياسة الصينية في التوازن تجاه قطبي الصراع في الخليج هو توازن حذر ودقيق جدا، ولكنه أيضا قابل للمشاكل يعني بصراحة. لأنه إذا مثلا الصين استخدمت حق الفيتو ضد إيران في قرار ضد إيران، هذا يثير الحقيقة الغضب الخليجي وبالذات في المملكة العربية السعودية، رغم تفهم الحكومة السعودية لمقتضيات سياسة التوازن الصينية. لكنه أي خطوة الحقيقة يفهم منها فائدة للجانب الإيراني على حساب المصالح العربية في الخليج، هذا الحقيقة يثير مشاكل للعلاقة الصينية العربية أو السعودية بالذات. ولذا فإن الصين الحقيقة تعتمد الآن سياسة حذرة جدا، سواء للحفاظ على علاقتها في المنطقة أو جراء يعني دبلوماسية الحذر في عدم المواجهة الشاملة مع الولايات المتحدة. نعم دكتور عبد الله أبو عبود، هل نحن على أبواب حرب باردة أمريكية صينية، وهل يكون الخليج ساحة لهذه الحرب في المستقبل؟ يعني هنالك حديث سكينة عن بداية حرب باردة، وهذا ليس يعني بعيد عن ما يذكره المسؤولين السياسيين والخبراء وكل ذلك. ربما ليست بنفس الحرب الباردة التي كانت مع الاتحاد السوفيتي في أونها، ولكنها تختلف بطرق أخرى. لأن ما ملامح هذه الحرب؟ ملامح اقتصادية، يعني لازالت الصين ليست بالقوة العسكرية العالمية التي تقدر تناكف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الملامح هي الحرب الاقتصادية، وهذا طبعا بدأت تظهر ملامحها في كثير من الأماكن، ولكن ليست فقط منطقة الخليج. أعتقد هي الساحة راح تكون هي منطقة شرق آسيا، ولهذا السبب نجد في توجه أمريكي بالاستدارة نحو الشرق، مثل ما يقولوا استدارة قوتهم وتركيزهم أكثر نحو شرق آسيا، لأن أيضا هذه المنطقة التي ممكن أن الصين تسيطر عليها أكثر لحكم قربها الجغرافي من الصين والمصالح الأكبر أيضا. نعم. في هذه المنطقة. نعم أشكر ضيوفي في حديث الخليج، كان معي من سنغافورة الباحث في شؤون دول الخليج والشرق الأوسط الدكتور عبد الله أبو عبود، ومن العاصمة السعودية الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي، ومن الكويت كان معي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد مناع. وشكر لكم متابعينا على طيب المتابعة، ونلقاكم الأسبوع المقبل على خير.